السلام عليكم ورحمة الله. بطلتنا هي إنسانة دخلت في قوله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم. فهذه الإنسانة لم يبتليها الله فحسب، بل ابتلاها الله بأحقر وأسفل خلقه، إنه فرعون. إننا نتحدث عن ماشطة بنتها فرعون، والتي لم تكن أكثر من مجرد امرأة صالحة كانت تعيش هي وزوجها في ظل ملك فرعون، فقد كان زوجها مقربا من فرعون، بينما كانت هي ماشطة لبنات فرعون، فمن الله عليها بالإيمان، فلم يلبث أن علم فرعون بإسلام زوجها فقتله على التو واللحظة، فأخفت زوجته إسلامها واستمرت في العمل في قصر فرعون تمشط لبناته وتنفق على أولادها الخمسة. وفي يوم من الأيام وبينما هي تمشط ابنة فرعون وإذا بالمشط يسقط على الأرض من يدها، فتناولته هذه المرأة المؤمنة من الأرض وهي تقول بسم الله، فقالت ابنة فرعون الله أبي، فصاحت الماشطة بابنة فرعون كلا بل الله ربي وربك ورب أبيك. فذهبت تلك المجرمة ابنة المجرم إلى أبيها لتخبره بأمر ماشطتها، فطارت قيامة فرعون بوجود من يعبد الله بقصره، فأحضرها وقال لها من ربك؟ فقالت ربي وربك الله، فأمرها فرعون بالرجوع عن دينها وإلا حبسها وعذبها. فأبت تلك البطلة أن ترتد عن الإسلام، فأمر فرعون بقدر من نحاس فملئت بالزيت ثم أحمي حتى غلى، فأوقفها أمام القدر، فلما رأت العذاب أقبلت على القدر تديد الشهادة. فعلم فرعون أن أحب الناس إليها هم أولادها الخمس الذين كانت تربيهم بعد أن قتل أباهم، فأراد ذلك المجرم أن يزيد في عذابها، فأحضر الأطفال الخمسة إلى غرفة التعذيب الفرعونية، فلما رأوا أمهم تعلقوا بها يبكون فانكبت عليهم تقبلهم وتضمهم إلى حضنها باكية، فأخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها وأرضعت، فأمر فرعون بأكبرهم، فجره الجنود ودفعوه إلى الزيت المغلي، والغلام يصيح بأمه ويستغيث، ويسترحم الجنود ويتوسل إلى فرعون ويحاول الفكاك والهرب، ولكن الجنود كانوا يصفعونه ويدفعون إلى الزيت المغلي دفعا. كل هذا وأمه تنظر إليه وتودعه بدموعها بعد أن عجز لسانها عن الحركة، وما هي إلا لحظات حتى ألقي الصغير في الزيت، والأم تبكي وتنظر إلى طفلها وهو يحترق، بينما فرعون يقهقه ويضحك، وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة من هول المنظر، حتى إذا ذاب لحمه على جسمه النحيل وطفت عظامه البيضاء فوق الزيت، نظر إليه فرعون مرة أخرى وأمرها بالكفر لكي يعفو عن البقية، فأبت هذه الفدائية، زاد غضب فرعون فأمر بولدها الثاني، فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث، فما هي إلا لحظات حتى ألقي في الزيت، والأم تنظر إليه وتبكي حتى طفت عظامه البيضاء واختلطت بعظام أخيه، فما زاد ذلك المنظر الأم إلا ثباتا على الإسلام. ثم أمر فرعون بالثالث ففعل به نفس الشيء، ثم أمر السفاح فرعون أن يطرح الرابع في الزيت، وما هي إلا ثوان حتى غاب الجسد وانقطع الصوت. فجاهدت الأم نفسها أن تتجلد وأن تتماسك، فالتفتوا إليها وتدافعوا وانتزعوا الخامس الرضيع من بين يديها، فلما انتزع منها صرخ الصغير فانهارت الأم ودموع الرضيع تغطي يدها، فكادت أن تتقاعس من أجل رضيعها المظلوم. عندها حصل شيء لم يتكرر في تاريخ الأرض إلا 4 مرات، فلقد تكلم ذلك الرضيع وقال لها يا أماه اصبري فإنك على حق، ثم انقطع صوته عنها بعد أن ألقي في الزيت المغلي لتختلط عظامه بعظام إخوته الأربعة، فها هي عظامهم يلوح بها القدر ولحمهم يفور بها الزيت. لتنظر المسكينة إلى هذه العظام الصغيرة وهي تتذكر أطفالها الصغار يمرحون بين يديها، ثم اندفع أولئك المجرمون نحوها وأقبلوا عليها كالكلاب الضارية، وقبل أن يلقوها في الزيت المغلي التفتت إلى فرعون وقالت لي إليك حاجة. فصاح المجرم فرعون ما حاجتك؟ فقالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها في قبر واحد. فقال فرعون وهو يقهقه فألقى الجند بها في الزيت المغلي لتستشهد في سبيل الله وتختلط عظامها بعظام أطفالها الصغار. وبعد ذلك بما يزيد عن 1500 سنة، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل في ليلة الإسراء والمعراج، وإذا به يشتم رائحة طيبة، فسأل جبريل عنها قائلا ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ فيجيبه جبريل هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. العبرة، قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كثير منا ما يعتقد أنه قد أصبح مسلما مؤمنا مجرد التزامه بفروض الله، فهناك من الناس من يتصدق ب3 دنانير ليرفع يديه عالين إلى السماء ويقول اللهم لا تضيعها عندك، وهناك من يدفع زكاة ماله المفروضة عليه ليشترط على الله القصر الأبيض في جنات الفردوس، ومنا من يقوم لله ليلة يتيمة ليعتقد بعدها أن الله سيبني له منزلا في الجنة بجوار رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يذهب للدعوة في سبيل الله فإذا قوبل بالرفض من أول مرة رفع يديه إلى السماء ليقول الله
اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وهناك من الدعاة من إذا سب أو استهزئ به لمرة واحدة فقط رجع حزينا ويقول اللهم إني أشكو لك ضعفي وضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، فيظن هؤلاء بذلك أنهم قد وصلوا إلى مرتبة الصديقين. ولكن الإيمان الحقيقي هو أعظم من ذلك بكثير. والحقيقة هي أنك إذا لم تتعرض لابتلاء فاعلم رحمك الله أنك لم تصل إلى مرحلة الإيمان. سلام عليكم.